قام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتكريم عدد 30 طالبا من أوائل الثانوية العامة والدبلومات بمحافظة الفيوم. يأتي ذلك تقديرا من المؤسسة لتميز هؤلاء الطلاب ودعما لهم في مشوارهم المقبل في مرحلة التعليم الجامعي، حيث قدمت المؤسسة شهادة تقدير لكل طالب من الطلاب ومبلغا ماليا لكل منهم، وذلك لبدء الاستعداد للعام الجامعي الجديد ومواصلة التميز والتفوق خلال رحلتهم التعليمية. النهاردة من خلال التحالف الوطني وفي شخص من مؤسسة جمال الجرح للتنمية المجتمعية تم تكريم 30 متميز من كل المراحل الثانوية. أنا بشكر جدا التحالف الوطني لمؤسسة الجرح على المجهود اللي عمل معانا النهاردة والتكريم الممتاز اللي هو قدمه لنا، بصراحة يعني كانت حاجة جميلة جدا. حابة أشكر التحالف الوطني ومؤسسة الجرح كلهم جميعا على الاهتمام وعلى اليوم الجميل